سلم لعمدة بلدية بدارك مجموعة من التجهيزات والمعدات المستخدمة في مجال التكوين المهني مساعدة من الخيرية للرفع من مستوى التكوين المهني في البلدية. جرى تسليم هذه المساعدة بإشراف حاكم مقاطعة بديرك وبحضور عدد من الشخصيات في المدينة. التجهيزات الجديدة المقدمة من طرف خيرية سلم لصالح مركز التكوين المهني التابع لبلدية بديرك هي مساعدة من الخيرية تستهدف دعم البلدية وتحسين قدراتها من أجل لعب دورها المناسب في التنمية المحلية. بدت على جميع المجالات، ما خلات مجال ما دخلت فيه، وتدخلها كان واضح، وآخر تدخل عندها ضركت إياها هذا الدعم المقدم لدى المركز اللي يعتبر أول مركز للتكوين في مقاطعة بديرك، ويعلق عليه ياسر من الآمال، فعلا أنه يخرج أجيال مستقبلية تقد تدخل سوق العمل وتنهض بالمقاطعة بصفة عامة اقتصاديا. وتتكون هذه المساعدة من مجموعة من التجهيزات والمعدات المستخدمة في مجال التكوين المهني. باسم خيرية سنين نسلم لبلدية بديرك مجموعة من المعدات لصالح مركز التكوين في بديرك، عبارة عن مكاين خياطة، 10 مكاين خياطة أنواع مختلفة وطابعة وكلمات زرعت رواق كلمات زير ودولابين وبعض من المعدات للخياطة. عمدة بلدية بديرك السيد محمد الشيخ والولا أبرز أهمية هذه المساعدة ودورها في مجال التكوين المهني. وهذا ما هو أول تدخل، إن شاء الله ما هو ليعود آخر تدخل من خيرية سنين بلها منا كامل العرفان بالجميل والامتنان. وستمكن هذه المساعدة من تكوين الشباب والنساء في بلدية بديرك في مجالي المعلومات والخياطة تمهيدا لولوجهم سوق العمل. سيد أحمد الوكارسيرة، زوارات الموريتانية.